ما عملنا كده في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود، فاحنا متحركين في إطار خطة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا فيها. خلال افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد عدد تطويره، الرئيس السيسي يؤكد أن تطوير أضرحة آل البيت يأتي في إطار خطط الدولة لتطوير القاهرة التاريخية. الرئيس السيسي يبحث مع وزير دفاع صربيا تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين. المشاورات تركز على العلاقة الثنائية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، ووجود رغبة للارتقاء بالعلاقة في كل هذه المناحي. شكري ينقل رسالة من الرئيس التونسي من الرئيس السيسي للرئيس التونسي، ويؤكد حرص مصر على تطوير العلاقات مع تونس إلى المستوى الاستراتيجي. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، اهلا بكم في نشرة إخبارية على شاشة النيل الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره، وجه شكرا لسلطان طائفة البهرة بالهند السلطان مفضل سيف الدين لمساهمة الطائفة المتواصلة في تطوير أضرحة آل البيت ولا سيما مسجد السيدة نفيسة. كما أكد الرئيس أن ما يتم تطويره حاليا من أضرحة آل البيت يأتي في إطار خطط الدولة لتطوير القاهرة التاريخية. في إطار اهتمام الدولة بمساجد وأضرحة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد انتهاء أعمال تطوير استمرت لأشهر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، حيث قام يرافقه سلطان طائفة البهرة بالهند بتفقد أعمال تطوير المقصورة بالمسجد، وقام بتأدية الصلاة فيه. الرئيس السيسي وجه الشكر لسلطان طائفة البهرة بالهند السلطان مفضل سيف الدين لمساهمة الطائفة المتواصلة في تطوير أضرحة آل البيت، مؤكدا أنه يتم حاليا العمل على افتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها. جلالة السلطان، برحب بيك، برحب بيكوا أهلا وسهلا، برحب بيكم، واسمحوا لي بالمناسبة الجميلة ديت، افتتاح التجديد اللي اتعمل في مسجد السيدة نفيسة وفي المقام الكريم، وده الحقيقة أولا لازم نشكركم على دائما تواجدكم ومساهمتكم في أضرحة آل البيت. احنا كنا من شهور قليلة في سيدنا الحسين والنهاردة في السيدة نفيسة، واحنا متحركين ايضا في ان احنا نكون انجزنا السيدة زينب كمان. احنا فتحناها في رمضان للصلاة، لكن نفس الاجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هناك. كما اوضح الرئيس ان الدولة تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية وما تضمه من مساجد وأضرحة ومواقع أثرية تعكس ثراء هذه المنطقة الهامة. تعمل ده في إطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية، عشان نستعيد يعني مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية. ويمكن احنا متحركين جايين هنا، شغالين دلوقتي في مناطق زي عرب اليسار ومناطق اخرى، الهدف منها وزي ما عملنا كده في منطقه مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود، فاحنا متحركين في اطار خطه نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا فيها. من جانبه أعرب سلطان طائفة البهرة بالهند عن شكره للرئيس السيسي لمنحه وشاح النيل، موجها اعتزازه وتقديره لجهود الدولة المصرية في إطار عمارة بيوت الله. أكرر شكري لكم يا فخامة الرئيس
على كل ما تقومون به لكي يعيش عباد الله تعالى في راحة وسكون، مكتسبين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة معا. كما أشكر فخامتكم على أن منحتموني هذه الفرصة السعيدة لأن أشارككم في مسرة هذا الافتتاح السعيد. كما أؤبر عن سعادتي وامتناني لقيام فخامتكم بمنهي بشاه النيل لما تمثله هذه البادرة الكريمة من تأكيد الروابط التاريخية ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمعنا بمصر العزيزة على مدار أعوام عديدة في خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سعداء دائما بوجودك في مصر. وأهدى سلطان طائفة البهرة الرئيس السيسي كتاب الله هدية للتعبير عن امتنانه للجهود العظيمة التي يقوم بها الرئيس في أعمال تطوير مساجد آل البيت. علاء رشوان، النيل. الحقيقة اللي بيتعمل ده في إطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية عشان نستعيد يعني مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية. هكذا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نائب وزير الدفاع ووزير الدفاع بجمهورية صربيا اعتزاز مصر بالرابطة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والأمني بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. صرح بأن السيد الرئيس نقل تحياته وتقديره للرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع، كذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين الصديقتين بما يتناسب مع إمكاناتهما على شتى الأصعدة. من جانبه نقل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الصربي تحيات وتقدير الرئيس الصربي للسيد الرئيس، مشيدا بما تشهده العلاقات المصرية الصربية من ازدهار خاصة في ضوء زيارة السيد الرئيس لصربيا في يوليو 2022 وما نتج عنها من زخم متصاعد. كما ثمن ما يشهده الحضور المصري على الساحتين الإقليمية والدولية من تنامي وفعالية تحت قيادة السيد الرئيس، فضلا عن الجهود المصرية الحاسمة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي بالإضافة لدعمهما للاستقرار والأمن والتنمية، منوها في هذا الإطار بما شاهده خلال زيارته لمصر من تطور تنموي وعمراني مضطرد. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والأمني بين البلدين بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية عالميا.
عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع عدد من كبار المسؤولين لمتابعه خطوات تنفيذ مشروع تطوير الواجهات السياحيه غرب مدينه العالمين الجديده. وخلال الاجتماع لفت مدبولي لان الحكومه تستهدف من خلال التنفيذ المتكامل لمدينه العالمين الجديده كوجهه سياحيه عالميه لاستفاده بما فيها من مقاومات ومشاهدته من احداث تاريخيه على مر العصور. وقد وجه رئيس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ أعمال الطرق والمرافق المختلفة التي تضمنها المخطط، وذلك بما يسمح بجاهزية تنفيذ مختلف مكونات المشروع الطموح. عقدت جلستان متخصصتان للجنتي التعليم والقضية السكانية ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. استكمالا لجلسات الحوار الوطني للمحور المجتمعي، انطلقت جلستان متخصصتان بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث ناقشت قضايا التعليم قبل الجامعي ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي. اتكلمنا النهارده في حقوق المعلمين، اتكلمنا في كيفية تطوير المناهج التعليمية، اتكلمنا في كيفية عودة الطلاب إلى المدارس بشكل كبير، اتكلمنا في بعض الموضوعات التي تتعلق بتوقيتات الدراسة، عدد الأيام الدراسة، كل ما يكون في مصلحة الطالب المصري تم مناقشته النهاردة. معلم ومكانة المعلم المادية والأدبية، وإزاي إن احنا النهاردة نوفر للمعلم راتب جيد يكفيه، وإزاي إن احنا نحقق له يعني مكانة اجتماعية يعني يستطيع أن يكون قدوة لطلابه وقدوة للمجتمع. كما تم تسليط الضوء على القضية السكانية في جلسة تخصصية لمناقشة وتشخيص الحالة السكانية في مصر. تحدثنا عن أهمية الهيكلة أو التعامل مع القضية السكانية من خلال إعادة النظر في التشكيل المجلس القومي للسكان باعتباره من المجالس القومية المستقلة. أيضا بنركز على موضوع الخاص بالاستراتيجية، تكون استراتيجية وطنية للسكان، استراتيجية مركزية، أما التنفيذ أو السياسات على المستوى تبقى المركزية بالنسبة للتنفيذ. التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية هو ما يجعل الحوار الوطني فعالا ومتوازنا. قضايا التعليم والمشكلة السكانية يعد تحديا يتطلب من الحوار الوطني تقديم مناقشات مستدامة، وذلك من أجل تقديم عدد من الحلول والتوصيات التي تمكن مصر من اتخاذ إجراءات فعالة في هذه القضايا. من مقر الحوار الوطني، نشوى صالح، النيل. قال وزير التعليم والبحث العلمي أن الدولة تسعى خلال عام إلى النهوض بالبحث العلمي، مشيرا إلى وجود أكثر من 450 عالما مصريا في مختلف التخصصات. وأضاف الوزير خلال مؤتمر للتميز بالبحث العلمي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع هيئة فولبرتس أن الدولة تسعى لتسخير البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني. أكثر من 450 عالما يشاركون بمؤتمر التميز في البحث العلمي والذي نظمته وزارة التعليم والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت الأمريكية، وذلك بهدف مشاركة العلماء المصريين مع كبرى المراكز البحثية العالمية لخدمة القضايا التي تهم الاقتصاد المصري. في عندنا طريقتين، إنه هو إما يسافر خلال 6 أشهر من الجهات الداعمة، والنهاردة أنا بشكر طبعا هيئة فولبرايت اللي هي بتسدد معانا أو بتأكد معانا هذه المنظومة، فبتبقى في باحثين بيسافروا لمدة 6 أشهر في بحث مشترك مع هؤلاء العلماء، أو العكس أننا ندعو هؤلاء العلماء أنهم يحضروا في مصر في معاملنا علشان يقدروا يطلعوا بحث علمي مشترك في التخصصات. رؤية الهيئة واستراتيجيتها في تناغم مع رؤية الوزارة، وطبعا احنا بنشتغل بالتعاون التام مع 27 جامعة الحكومية وال11 مركز بحثي الى جانب كل الجامعات البرايفت. فاحنا طبعا الجامعات هي الفيدرز، هي احنا بنزور الجامعات وهم بيبعتوا لنا كل الطلبه والاساتذه والباحثين المتفوقين علشان يقدموا يسافروا على فولبرايت. هم كمان بيستضيفوا الاساتذه الامريكيين والطلبه الدراسات العليا الامريكيين اللي احنا بنجلبهم لمصر.
وخلال المؤتمر تم استعراض المنح التي تقدمها هيئة فولبرايت للجامعات والمراكز البحثية خاصة في قضايا تغير المناخ والأمن الغذائي. في جامعة مطروح احنا ابتدينا في 2016 لما كانت فرع كان فيها 4 أبحاث، النهارده انت بتتكلم داخلين ما يقرب من 250 بحث في الكوارتايل 1 اللي هي كيو 1، فانت بتتكلم على نقلة نوعية، وانه السادة اعضاء التدريس بدأوا يتجهوا ناحية النشر العلمي المتميز اللي هو بتحققه الايادي بتاعت اعضاء هيئة التدريس. فالتعاون مع هيئة الفولبرايت او الاس تي دي اف او الجهات المانحة في تحقيق الاستراتيجية وتحقيق اهداف الجامعة واهداف الدولة، فده كله مطلوب. احتفالية مهمة جدا ان احنا نجمع علماء مصر المميزين ونفتح لهم المجال ان هم يتشاركوا مع العلماء الدوليين، ان يبقى في ابحاث مشتركه ومشاريع مشتركه لدعم الاقتصاد المصري وتطوير منظومه التصنيع المصري. فدي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا منتظرينها، وربنا يوفقهم ان شاء الله ويقدروا يستفادوا من الفرص دي. وأسفر التعاون ما بين مصر وهيئة فولبرايت عن تدريب أكثر من 7000 مصري و1000 أجنبي على مدار أكثر من 70 عاما. ربط البحث العلمي بالمستوى الدولي وهدف تسعى إليه الدولة المصرية مع أكبر المؤسسات البحثية العالمية لخدمة الاقتصاد الوطني. أشرف مبارك، النيل. التقى وزير الخارجية سامح شكري بالرئيس التونسي قيس سعيد، حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس السيسي، مشيدا بما تشهد العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر في السنوات الأخيرة. بدوره طلب سعيد نقل عظيم تقديره وتحياته للرئيس السيسي، مؤكدا تطابق مواقف القيادتين حيال جميع القضايا الإقليمية والتحديات الدولية، واعتزازه بالدعم الذي تحظى به تونس من مصر في مواجهة التحديات كافة. وقد جدد وزير الخارجية خلال اللقاء دعم مصر وتأييد الرئيس لإجراء وجهود الرئيس قيس سعيد، والتي تهدف لبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد. الحوار السياسي مرة أخرى أكد وجود أرضية مشتركة من التفاهم والرغبة والإرادة السياسية للعمل المشترك لمواجهة التحديات. كان جزء وفير من هذه المشاورات تركز على العلاقة الثنائية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، ووجود رغبة للارتقاء بالعلاقة في كل هذه المناحي. سوف نستمر في هذه المشاورات. تناولنا التحديات الإقليمية والعمل المشترك فيما بيننا وبين أشقائنا في تونس، هي التي تعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات في أجواء مضطربة. مددت سوريا إرسال مساعدات عبر معبرين حدوديين تركيين لمدة 3 أشهر، حيث تجدد هذا التصريح في مايو الماضي، وتم تمديده حتى 13 من نوفمبر القادم في خطوة أشادت بها الأمم المتحدة. تسهيلا على إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، مددت سوريا السماح للأمم المتحدة بإدخال هذه المساعدات من تركيا عبر معبرين حدوديين إلى مناطق خارجية عن سيطرتها في الشمال لمدة 3 أشهر. بعد أسبوع من زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي، موديا بحياة أكثر من 55,000 في البلدين، سمحت دمشق للأمم المتحدة باستخدام المعبرين لإدخال المساعدات الإنسانية. وجاء ذلك بعد انتقادات وجهها سكان ومنظمات إغاثية محلية إزاء بطء الأمم المتحدة في إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى المتضررين في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق. وجددت الحكومة السورية بعد ذلك السماح بإدخال المساعدات عبر المعبرين لمدة 3 أشهر، ويشكل المعبران في الوقت الحالي البوابة الوحيدة لدخول المساعدات إلى شمال وشمال غربي سوريا، بعد فشل مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في تجديد العمل بآلية إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى في إدلب، والذي يشكل الشريان الرئيسي لإمداد ملايين السكان في شمال غربي سوريا بمساعدات حيوية.
الدولية. واستخدمت موسكو حق النقد الفيتو لمنع تمديد العمل بالتفويض لتسعة أشهر، لكنها قدمت خلال الجلسة ذاتها مقترحا بديلا لتمديدها لستة أشهر، رفضه المجلس مع إصرار الأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنسانية وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية لسنة واحدة على الأقل للسماح بتنظيم أفضل للمساعدات وضمان إيصالها إلى المستحقين. اعتبر رئيس نيجيريا الذي يترأس أيضا الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد الواجب سلوكه لحل الأزمة في النيجر. وكان إيكواس قد هددت بتدخل عسكري لعادة الرئيس محمد بازوم المنصب بعدما تمت الإطاحة به في أحداث 26 من شهر يوليو الماضي. من المقرر عقد قمة طارئة جديدة لإيكواس غدا الخميس في أبوجا. خطوة للوراء، هكذا يشي رد فعل قادة دول غرب أفريقيا إيكواس بشأن الأزمة في النيجر. ففي أول تعليق لدول مجموعة منذ انتهاء المهلة التي منحوها لقادة ما يعرف باسم المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، أكدت رئاسة نيجيريا التي تقود إيكواس أن المجموعة الأفريقية لم تستبعد أي خيار لحل الأزمة في النيجر حتى لو كانت تعطي الأولوية للمسار الدبلوماسي. رئيس نيجيريا بولا تينوبو اعتبر أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل الواجب سلوكه لحل الأزمة في النيجر، وأشار إلى أن دول غرب أفريقيا تفضل حلا يتم بلوغه بسبل دبلوماسية وسلمية أكثر من أي سبيل آخر. كانت إيكواس قد هددت بتدخل عسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم لمنصبه بعد الإطاحة به في 26 من يوليو الماضي، وأعطى التكتل الأفريقي مهلة أسبوع لاستعادة الانتظام الدستوري في النيجر، وتوعد بالتدخل العسكري حالا انقضت المهلة بدون تجاوب، لكن المهلة انقضت بالفعل مساء الأحد الماضي والتهديد لم ينفذ. من جانبها أكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال تأمل بالتوصل إلى حل دبلوماسي في النيجر يعيد الأمور إلى نصابها، لكنها تبقى واقعية بحسب تعبير المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، وذلك غداة زيارة قامت بها موفدة أمريكية للنيجر من دون تحقيق تقدم ملحوظ. ومن المقرر أن تعقد مجموعة إيكواس قمة طارئة غدا الخميس في أبوجا عاصمة نيجيريا التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، ولكن لا يرجح أن تتخذ القمة أي قرار بتحرك عسكري، بينما يتوقع أن تزيد من حجم العقوبات الاقتصادية والمقاطعة للنيجر في ظل الحالة الراهنة. في المقابل جدد قادة ما يعرف باسم المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر التأكيد على موقفهم بعد أن أعلنوا تعيين رئيس جديد للوزراء، كما أصدروا عددا من المراسيم الأخرى بشأن التعيينات في مختلف المناصب ومنها مناصب عسكرية. وبينما يوصف بتراجع موقف إيكواس ورفض هؤلاء القادة في النيجر للحوار، تظل البلاد على مفترق طرق ضبابية بعيدة عن بر الأمان والاستقرار حتى إشعار آخر. أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة مباشرته توزيع مساعدات غذائية في منطقة تيجري والذي مزقت الحرب في أثيوبيا، وذلك في اختبار لإجراءات مراقبة جديدة بعد وقف المساعدات بسبب تحويل المسار. في اختبار لإجراءات مراقبة جديدة بعد وقف المساعدات بسبب تحويل مسارها، أعلن برنامج الأغذية العالمي مباشرته توزيع مساعدات غذائية في منطقة تيجري التي مزقتها الحرب في إثيوبيا. وبدأت الوكالة الأممية بالفعل توزيع أكياس قمح زنة 15 كيلوغرام معبأة مسبقا لأكثر بقليل من 100,000 شخص، وذلك في إطار مشروع تجريبي مع آليات مراقبة محسنة. وتتضمن الإجراءات الجديدة تتبع المساعدات والتسجيل الرقمي للمتلقين لمنع وقوع المساعدات في أيادي أخرى وسط ضوابط معززة في 4 مناطق من تيجري. ويعتزم برنامج الأغذية العالمية أيضا بدء تسجيل السكان وتطبيق إجراءات المراقبة المعززة الجديدة لفئات ضعيفة محددة في مناطق أمهرة وعفر وصومالية، كما في مناطق أخرى في إقليم تيجري في أقرب وقت بحسب الوكالة الأممية. كان برنامج الأغذية العالمية ووكالة USAID الأمريكية للمساعدات قد علق المساعدات الغذائية في ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان في يونيو الماضي، بعدما تبين لهما أن المساعدات
لا تصل للمحتاجين إليها، ما أثار مخاوف على سلامة ملايين الإثيوبيين. ويعاني ملايين الإثيوبيين نقصا حادا في السلع الغذائية عقب حرب عنيفة استمرت عامين في تجري، يضاف إليها جفاف قاس في منطقة الصومالية ضرب أيضا الصومال وأجزاء من كينيا. كما شهدت منطقة أمهر المحاذية لتجري اشتباكات بين ميليشيات محلية والجيش الوطني في الأسابيع الأخيرة، ما انعكس على العمليات الإنسانية هناك بحسب منظمة الصحة العالمية. تستأنف اليوم الجلسات التخصصية للحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي سوف تعقد 3 جلسات تخصصية للجان المحليات والزراعة والاستثمار. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا زميل أحمد سعد الدين من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. أحمد، اطلعنا الجديد لديك. يبدو أن هناك خلل تقني مع الزميل أحمد سعد الدين. اليوم لمناقشة العديد من الموضوعات والجلسات التي يأتي على رأسها لجنة ولجنة الزراعة والأمن الغذائي وأيضا لجنة الاستثمار ضمن المحور الاقتصادي. يعني بالفعل جلسة الحوار الوطنية التي تناقش العديد من الموضوعات اليوم من خلال والتي تبدأ بجلسة المحليات ضمن المحور السياسي، والتي سوف تصيغ أهم التوصيات والمقترحات التي يتم تنفيذها من خلال هذا الحوار الوطني للبدء في رفع هذه التوصيات للأمانة الفنية للحوار الوطني، ومن خلال هذا سوف يبدأ بعدها رفع هذه التوصيات إلى رئاسة الجمهورية، والتي يهتم من خلالها قناة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة أهم التوصيات من خلال الحوار الوطني. يعني بالفعل أهم الموضوعات التي سوف تناقش من خلال لجنة المحليات يأتي على رأسها النظم الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية، وتم حوار كبير حول آلية النظم الانتخابية في المجالس المحلية المجالس الشعبية المحلية وإدارة الحكم المحلي، ما بين الاختيار بالانتخابات بنظام القائمة النسبية أو نظام القائمة المطلقة أو النظام الفردي. ويعني هناك العديد من وجهات النظر، وذلك يعني هناك شق يميل الى الاختيار النظام بالقائمه، حيث ان يتم اختيار هذه القائمه المطلقه لانها سوف يكون هناك لها تمثيل بكافه اطياف المجتمع، 7 اطياف التي حددها الدستور في القانون رقم 242 و43، وذلك لضمان ان يكون هناك تمثيل لكافه اطياف المجتمع من المراه والشباب وكذلك العمال والفلاحين وذوي الهمم وغيرهم من الفئات التي تم تحديدها من خلال الدستور. ايضا يكون هناك تمثيل اخر من خلال القائمه النسبيه، هناك البعض يرجح القائمه النسبيه لانها يكون هناك لها تمثيل اكبر لكافه التيارات الحزبيه او اغلبيه التيارات الحزبيه، وان يكون معها نظام الكوتا، وذلك لان هذه الانظمه يكون لها تمثيل اكبر للتيارات الحزبيه. ايضا هناك راي يريد ان يجمع ما بين ويجمع ما بين القائمه النسبيه والقائمه المطلقه والنظام الفردي ليكون نظام شامل. اذا لجنه التوصيات او الجلسه التخصصيه صياغة التوصيات والمقترحات للحوار الوطني سوف تحدد أهم هذه المقترحات، ومن ثم يتم إقرار هذا في صياغة توصيات يتم رفعها إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتم تنفيذها على الفور في صورة قوانين أو إحالتها إلى المجالس المخصصة. أشكرك شكرا جزيلا زميل أحمد سعد الدين من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب متابعا للحوار الوطني، شكرا جزيلا لك. بالطبع مشاهدينا الكرام، العودة الآن لعناوين الأخبار للتذكرة بأبرز ما جاء في نشرتنا. ما عملنا كده في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود،
فاحنا متحركين في اطار خطه نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا فيها. خلال افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد عادة تطويره الرئيس السيسي يؤكد أن تطوير الأضرحة على البيت يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية. الرئيس السيسي يبحث مع وزير دفاع صربيا تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين. المشاورات تركز على العلاقة الثنائية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، ووجود رغبة للارتقاء بالعلاقة في كل هذه المناحي. شكري ينقل رسالة من الرئيس السيسي للرئيس التونسي ويؤكد حرص مصر على تطوير العلاقات مع تونس إلى المستوى الاستراتيجي. ختام نشرة الأخبار، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.